3 أيام باعتقال الإعلامية العراقية الزميلة هيفاء الحسيني في دمشق. وجرت عملية اعتقال الزميلة الحسيني في ظروف غامضة وبصورة تعسفية بعيدة كل البعد عن المعايير الإنسانية والتعامل الأخلاقي مع الصحفيين، وفي الوقت الذي تحمل فيه الفيحاء السلطات السورية المسؤولية عن جميع تبعات هذا العمل وتطالب بإطلاق سراحها الفوري، فإنها تهيب بالحكومة العراقية والمؤسسات الرسمية والجهات الوطنية المخلصة التدخل الفوري لإطلاق سراحها والعمل على وقف مثل هذه الانتهاكات الخطيرة ضد حرية الكلمة. وكان السيد عمار الحكيم من ضيوف البرنامج أيضا وقد أجاب عن مرة أخرى تصاب قداسة الكلمة الحرة ومهابة صاحبة الجلالة والصميم، وذلك بالاعتداء الجديد الذي طال إعلامية عراقية مرموقة هي الزميلة السيدة هيفاء الحسيني التي تؤدي واجبها الإعلامي في العاصمة السورية دمشق مثلما تؤدي واجباتها الإنسانية الكثيرة من خلال أنشطتها مع منظمات المجتمع المدني. فقد قامت السلطات السورية باعتقال الزميلة الحسيني في ظروف غامضة وبصورة تعسفية بعيدة كل البعد عن المعايير الإنسانية والتعامل الأخلاقي مع الصحفيين، كما منعت السلطات أي سبيل لمعرفة مصيرها. وبقراءة للسيرة الذاتية والعملية للزميلة الحسيني، فإنها إضافة إلى عملها كمديرة لمكتب قناة الفيحاء في دمشق تترأس تحرير صحيفة المسار في الموصل، وهي صحيفة ذات توجه وطني مؤيد للعملية السياسية ومعاهد للإرهاب والتطرف بشتى صنوفه، كما أنها رئيسة منظمة المرأة والأسرة وهي فرع من منظمة المرأة والأسرة العربية التابعة لجامعة الدول العربية والتي لها أعمال إنسانية في مدينة الموصل ومدينة الفلوجة، ومن أعمالها توزيع المساعدات والمواد الغذائية والأدوية وكذلك بناء مستوصف كبير في محافظة صلاح الدين. ولا تكاد إعلامية عراقية تعرضت إلى ما تعرضت إليه الزميلة الحسيني من أذى واعتداءات، إذ أنها من المهجرين من الموصل بسبب آرائها الوطنية التي تقاطعت مع الجماعات الإرهابية وبقايا أذناب البعث الفاشي الذي كان مسيطرا على الموصل قبل عمليات أم الربيعين. كما تعرضت عائلتها للتصفية والاغتيالات، حيث تم قبل عام اغتيال عمها في ظروف غامضة من قبل بعض الجماعات الإرهابية، وقبل قرابة شهرين تم اغتيال والدها بعد أن هاجم منزله جماعة إرهابية، هذا فضلا عن إحراق بيت أسرتها وبيت عمها ومبنى صحيفة المسار وجميع الممتلكات التي تعود لهذه الأماكن. قدمت الزميلة الحسيني وفي أثناء عملها مع الفيحاء العديد من المواد الإعلامية السياسية والثقافية، ومن ذلك برنامج قضية ورأي الذي استضافت فيه العديد من الشخصيات السياسية العراقية وناقشتهم في مختلف قضايا الراهن العراقي بجراءة وصدقية، فكانت لسان حال المواطن العراقي أمام المسؤول. كما أسهمت بتقديم عطاءات الفنانين العراقيين المهاجرين إلى دمشق من خلال برامج منوعة أنتجتها لحساب قناة الفيحاء. وما يجدر بالذكر هنا أن الزميلة الحسيني لم تتناول بالإشارة أو التلميح من خلال برامجها في مكتب الفيحاء في دمشق إلى الحياة السياسية في سوريا، ولم تتدخل في الشؤون الداخلية لنظام دمشق على الرغم من الاتهامات الدولية لهذا النظام بالتدخل الواضح في إذكاء النزاعات الطائفية في العراق من خلال تسهيل دخول الإرهابيين إلى العراق عبر حدوده المفتوحة دائما أمام القتلة والمتاجرين بالدم العراقي. وليست حادثة قرية السكرية في ألبو كمال ببعيدة عن هذا الحديث، وكذلك الاعترافات التي أدلى بها عدد غير قليل من الإرهابيين الملقى القبض عليهم في العراق وصلاتهم الوثيقة بالمخابرات السورية من حيث الإعداد والتجهيز والتدريب. وربما ينكر بعض القومشية على الفيحاء هذه المعلومات، وهنا ندعو المنكرين إلى مراجعة تسجيل إحدى الخطب البعثية الرنانة لرئيس النظام بشار الأسد عندما أعلن أمام الجميع بأنه اللاعب الأساس في العراق. ومع كل ما تقدم فإن مكتب الفيحاء في دمشق لم يتعرض لذلك الأمر من خلال برامجه،
وفي الوقت الذي تحمل فيه الفيحاء السلطات السورية المسؤولية عن جميع تبعات هذا العمل وتطالب بإطلاق سراحها الفوري، فإنها تهيب بالحكومة العراقية والمؤسسات الرسمية والجهات الوطنية المخلصة بالتدخل الفوري لإطلاق سراحها والعمل على وقف مثل هذه الانتهاكات الخطيرة ضد حرية الكلمة. نواكب الحدث، قدرنا أن نغطي جميع المؤتمرات، جميع زيارات المسؤولين اللي يزورون القطر الشقيق السوري.